الحلقات ال 19 من مسلسلات رمضان ربما كان كلها احداث مشوقه، سواء الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه او الكوميديه. اللي فاتوا حلقات امبارح خليه يتابع معنا ملخص لاهم احداث الحلقات ال 19. عندنا مسلسلات زي الكتيبه 101، مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، مسلسل جعفر العمده، وايضا مسلسل عمله نادره. عندنا كمان مسلسلات تانية خلينا نتابع مع بعض. الحلقات ال 19 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101. خلال أحداث الحلقة قدرت القوات الخاصة إنها تنفذ عملية تحت اسم الشهيد هاني نبيل، وقدروا من خلالها الوصول لحكيم أو فتحي عبد الوهاب وقبضوا عليه. حبل المشحنة رحمة بالنسبة لك، أسيبك لأهل سينا هنا يتصرفوا معاك، بس مش بإيدي. أنت مش بني آدم، أنت شطار. يلا يلا عشان تروح باي. الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة شهدت زيارة الفنان منذر ريحانة لمحمد رمضان في الحبس، وقال له أنا قعدت 7 سنين في السجن ما فكرتش تزورني، وأنا زرتك بعد يومين من حبسك، وعاوز أقول لك حاجة، أنا السبب في إجهاض دلال مراتك، وأنا اللي عارف مين خطف ابنك. وجيت لك، شفت يا ابو نسب انا احسن منك ازاي؟ انا عايزك تتعدم وقلبك مستريح. عارف طول عمرك شاكك ان احنا اللي عملنا كده. احنا اللي وزينا على مراتك، واحنا اللي سقطنا دلال وحرقنا قلبك على اللي في بطنها، واحنا اللي اجرنا بلال شامة. وابنك بقى، ابنك محدش يعرف مكانه على وش الارض غيري انا. ايوه انا اللي عملت كده يا جعفر. في الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة قدرت نادرة أو نيلي كريم إنها تعمل خطة علشان تسرق مخازن عبد الجبار وتنتقم منه. انتظرت لحد لما عبد الجبار خرج برجالته للجبل علشان يخطف حفيده، وفي الوقت ده كانت نادرة وشداد في مخزن عبد الجبار وقاموا بسرقته. حلقة 19 من مسلسل الكبير قوي ظهر حزلقوم أو أحمد مكي ضيف مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علشان يتكلم عن فريق الشرابية للشرابات اللي بيمتلكه، وحضر في الفقرة فاروق سماحة غريم حزلقوم، واتهمه على الهوى بأنه قدم رشوة مالية لحكم المباراة. جمهور نادي الشرابية للشرابات بقول لهم اطمنوا، رئيس النادي الجديد طموحه بلا حدود، وبمسي على جمهور الكرة هنا وهناك. هناك فين؟ تمسك لي على واحده يا استاذ ابراهيم، انت بتنقرزني؟ يعني انا مش ما اقصدش انقرزك. الحلقه 19 من مسلسل رساله الامام كشفت عن اجابه هند عن رايها في الزواج من اخو زوجها المتوفي. هند رفضت وقالت انها بتعتبر اخو زوجها بمثابه اخوها، وبكده تم الغاء الزواج وقدرت انها تتخلص من ازمه الزواج بالاكراه. هل تقبلين عقيلا زوجا؟ لا، ليس العلة فيه، ولكن بشوفه في مقام أخويا. أما وقد جاء الجواب بيناً فلننصرف. في الحلقة 20 من مسلسل سر الباتع اعترفت صفية أو حنان مطاوع بحبها لحامد أو أحمد صلاح السعدني. اتكلمت صفية مع والدتها في موضوع علاقتها بحامد، لكنها عاتبتها على العلاقة دي وقالت ليها إن أهل البلد بدأوا يتكلموا عليها. وأنا بقى ما فيش أي اعتبار ليا،
تخرجي من غير ما اعرف وترجعي بمزاجك وتقعدي بالساعات بره والبلد كلها بتتكلم عليك. ينقطع لساني اللي يجيب سيرتي. قوليلي عليه وانا نسي المداسي على دماغه. الكلمة بتيجي عند صاحبها وبتقف، الكل بيتغمز عليك. بنتك مفيش على راسها بطحة علشان حد يتغمز عليها يا ام صافية. يعني ما بتشوفيش حامد؟ يبقى حديث الناس صح، بتشوفيها بنت الشيخ سليم الشهيدة اللي حافظ كتاب الله ومات راسه مرفوعة، بنته هتمرمخها في الواحد. في مسلسل جت سليمة الحلقة الرابعة، السلطان طمعان أو خالد الصاوي طلب تعيين سليمة أو دنيا سمير غانم مطربة للقصر، وده بعد لما أعجب بيها لما غنت في حفل زفاف بنته الأميرة أحلام أو ميان السيد. السلطان بنفسه طالب سليمة تبقى مغنية القصر وعايزها تروح له دلوقتي حالاً. هو ده اللي خير؟ لا طبعاً أنا مش موافق. مش موافق ليه؟ ما تخليها تشتغل وتجيب فلوس تنفعنا. بقولك إيه؟ أنا فاهم وأنت فاهمة إن التعيين في القصر ده مش خير. طلبك مرفوض. وانت مين انت عشان ترفض؟ انا مش جاي اطلب، ده امر وسلطان طالبها بنفسه، لو مش هتيجي معايا بالزهر هتصرف. لا 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 انا جاي انا جاي. في الحلقه الرابعه من مسلسل تحت الوصايه بطوله منى زكي، اتصلت سناء او مها نصار على اختها حنان او منى زكي وقالت لها انها راكبه القطر، فطلبت منها حنان انها تتاكد من ان صالح او دياب مش بيراقبها. صالح كان مستخبي في حمام القطر، ولما زوج سناء اتصل على تليفونه سمعت رنه التليفون واتاكدت ان صالح بيراقبها. بقول لك يا هيما، ما تتصل كده بصالح وتقول له نعمل قعدة صلح. يا حبيبي اقتنعت بكلامك. دلوقتي كلمه دلوقتي. محمد رسول الله. يا حنين ده هو اللي في الحمام. اعمل ايه دلوقتي؟ يا لهوي يا سناء، خليكي مكانك ما تتحركيش.